قالت وكالة برومبيرج الأمريكية إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2019 يعد أحدث دفعة للاقتصاد المصري وجنيا لثمار الإصلاحات المالية. وأرجعت وكالة فيتش التغيير إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات وتجديد الاحتياطيات الخارجية وتطبقات رأس المال الجديدة وسعر الصرف الأكثر مرونة. جدد ممثلو منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التزامهم بدعم رؤية الحكومة المصرية وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضا لإطار التنمية الاقتصادية وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية. أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي عن إطلاق الجهاز برنامجا تمويليا جديدا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بهدف يهدف إلى دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر. وأشار رحمي إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الجهاز على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية لكافة المشروعات الزراعية والصناعية والإنتاجية التي يمكن أن تستفيد من الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتكون صديقة للبيئة وفي نفس الوقت تساهم في تقليل الانبعاثات الحرارية. بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر والوفد المرافق له، بحثوا توطين صناعة المهمات ووسائل الاتصال والتكامل بين العدادات لصاحب الحساب الطاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك. وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان لها أن وزير الكهرباء والطاقة بحث أيضا مع مسؤول الشركة تدعيم التعاون القائم في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء لحساب الفقد ومواصلة العمل على بناء شبكة ذكية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بزيارة لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيميائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيميائية والواقعة بمدينة طلخة بمحافظة الدقهلية. عقد الوزير ومحافظ الدقهلية طارق مرزوق لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والرؤى بشأن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومشروعاتها. وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن شركة الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام وأن الوزارة حريصة على إحياء وتحديث الشركة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة، لكن الإنتاج الأمريكي القياسي أثر على الأسعار وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4% لتبلغ 73 دولار و10 سنتات للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3% لتبلغ 69 دولار و49 سنتا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.44% لتبلغ دولارين و22 سنتا للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.63% لتبلغ دولارين و66 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أعلنت وزارة النفط العراقية خفض إنتاجها النفطي إلى 3.3 مليون برميل يومياً تماشيا مع التزاماتها بتخفيض الإنتاج ضمن تحالف أوبك بلس. وأضافت الوزارة أن الخفض سيستمر خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الإنتاج ضمن الحدود المتفق عليها وتعويض الفائض المنتج في الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية.